الكنيسة الإسرائيلي يصادق على حله تمهيدا لإجراءات الانتخابات المبكرة. عرب ويهود يتظاهرون أمام المحكمة العليا تنديدا بالملاحقات السياسية الإسرائيلية. وعقب النضال الجماهيري، إعادة وضع عين القسطل في صفوري إلى سابق عهدها. يصادق الكنيسة الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بحل تركيبة البرلمان الحالية وتبكير موعد الانتخابات، وذلك تمهيدا للتصويت عليه بالقراءات الثلاث لاستيفاء الشروط القانونية لانطلاق الانتخابات المبكرة. بدورها أكدت رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني على ضرورة تجنيب الخلافات الحالية من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل باستبدال الحكومة الراهنة. في غضون ذلك، تتوالى إعلانات الشخصيات الجديدة لخوض المعترك السياسي والانتخابات البرلمانية لأول مرة بصورة منفردة، ومن أبرزها رئيس هيئة الأركان السابق للجيش الإسرائيلي بيني جانتس، الذي تظهر استطلاعات الرأي بأن حزبه قد يحصد عددا كبيرا من المقاعد في الكنيست.